بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم، ونحن نعيش وإياكم مع مادة التفسير. نعم، إننا نعيش وإياكم أيها المباركون مع كتاب الله تبارك وتعالى، نحاول جاهدين مستعينين بالله عز وجل أن نبين شيئا من معنى آياته وكلامه، وأن نستلهم منها الدروس والعبر، أن نعيش في ظلالها. ذلك فضل الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل هذا الفضل.